على وقع استهداف المقار الدبلوماسية والمكاتب الحزبية، القوات الأمنية تحبط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية بطائرات مسيرة. مصادر تكشف للفرات عن لقاءات مرتقبة بين التيار والإطار والاتحاد الوطني الكردستاني يتمسك بترشيح صالح لمنصب رئيس الجمهورية. 150 ألف طن من الشرب سوقتها التجارة في العام المنصرم وفواتير مستحقات الفلاحين في أدراج الروتين الحكومي. في الميديا كتاب ومدونون يدعمون حملة لتأهيل شارع الرشيد في العاصمة بغداد. ما زال للحديث تتمة ومتسع، الوقت لم ينفد والاحتمالات لم تغلق أبوابها والتوقعات ممكنة ما دام التعامل بالمتغير الأكبر وهو السياسة في بلد يتسع للتناقضات حتى في نفس الذات. الخصوم وإن طال تنافرهم يوما سيجتمعون على طاولة المصلحة الوطنية، وسيكون التنازل للعراق ولمواطنيه الذين يعانون الأمرين خلافات سياسية ومشاكل خدمية واقتصادية وأمنية. مواطن ينتظر تشكيل حكومة تخرج من عنق الأزمات وتمضي بالخطوات إلى الأمام، عسى أن تعوض ما فات من زمن الإخفاقات على المستوى الحكومي والسياسي. أعلنت خلية الإعلام الأمني إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين. الخلية وفي بيان لها أوضحت أن 3 طائرات مسيرة اقتربت فجر السبت من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، مضيفة أنه تمت مشاهدة الطائرات بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجة بل الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية، مشيرا إلى أن القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار. إثارة الفوضى من قبل بعض الجهات وتوجيه الاتهام لجهات أخرى هو ما تسعى إليه بعض الأطراف لتأزيم الوضع السياسي وخلط الأوراق لتمرير بعض الأجندات والمصالح الخاصة بحسب ما يراه مراقبون. أحمد الزيدي. بعد الهجمات التي استهدفت المنطقة الخضراء وعددا من مقار الأحزاب السياسية في العاصمة بغداد، تعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين إلى هجوم بثلاث طائرات مسيرة، هجمات عدها مراقبون بالخطيرة كونها تنذر بوجود مخططات لزعزعة الاستقرار في العراق وتهديد أمنه، الأمر الذي يحتاج إلى تكثيف الجهد الاستخباري لكشف الجهات التي تنفذ هذه الاعتداءات ومحاسبتها. سلسلة من الهجمات على المنطقة الخضراء وبعض مكاتب الأحزاب، تقدم عزم وكذلك كردستاني وقاعدة بلد. إذن هذه المسألة يعني مسألة تراتبية أنا أعتبرها، وهنالك من يريد أن يخلط الأوراق، هناك من يثير الفوضى، هنالك من يريد يوجه الاتهام إلى بعض الأطراف التي حاليا في صراع سياسي، وكذلك يريد أن ينفذ بعض الأجندات للفوائد الخارجية والفوائد الداخلية، لا يريد العراق أن إعطاء صورة سلبية عن انفلات الوضع الأمني في البلاد عبر هذه الهجمات التي تستهدف القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية، الأمر الذي يحمل الحكومة العراقية ومؤسساتها الأمنية
مسؤولية حماية رعاية الدول في العراق والمصالح الأجنبية فيه. هناك محاولة لخلط الأوراق فيما يتعلق بضرب المنشآت العسكرية، خاصة ما يتعلق بعدها بالأمريكية. يعني قبل أيام المحاولة لضرب السفارة الأمريكية، أيضا ضرب القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة بلد أو حتى قاعدة عين الأسد. أعتقد يعني جازم أنا بهذا الأمر أن هناك من يحاول أنه إبقاء القوات الأمريكية لفترة أطول لتمرير المشاريع. وفي الوقت الذي تتزايد فيه الهجمات المختلفة في البلاد، تتصاعد التحذيرات من عودة نشاط الجماعات المسلحة، وبالتالي الدخول في دوامة جديدة من العنف والاقتتال الداخلي. وبهذا فإن الاستهدافات المتكررة تمثل بحسب مراقبين محاولات لخلط الأوراق عبر إعادة الملف الأمني إلى مربعاته الأولى من الفوضى. لقناة الفرات، أحمد الزيدي، بغداد. إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية بشكل قاطع أي عمل يعد مزعزعا لأمن واستقرار العراق، وذكر بيان للوزارة أنها تدين بشكل قاطع أي عمل يعد مزعزعا لأمن واستقرار العراق، لا سيما ما تعرضت له المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد من استهداف بالصواريخ الخميس الماضي، مضيفة بأنها تجدد الالتزام بتوفير الأمن والحماية للبعثات الدبلوماسية واعتماد جميع السبل الضامنة لتيسير عملها وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، مؤكدة على إجراءات الحكومة العراقية بملاحقة الجنات وإنزال العقاب بحقهم وفق القانون، مشيرة إلى أن أمن واستقرار العراق مسار حتمي وليس خيار يعكس حضور الدولة بمؤسساتها وأمن مجتمعاتها. من جانبه، دنا رئيس تحالف الفتح هادي العامري قصف المنطقة الخضراء واستهداف مقرات الأحزاب السياسية. العامري وفي بيان له قال إنه يدين بشدة الاعتداءات الأخيرة على المنطقة الخضراء ومقرات الأحزاب السياسية بشكل عام، مضيفا بأن هذه الأعمال غير مبررة وعلى الأجهزة الأمنية أن تقوم بواجباتها في ضبط الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم. بدوره، دعا الخبير الأمني أحمد الشريفي خلال استضافته في المرصد الخبري لضرورة ضبط الخطاب الإعلامي ومسار الأحداث وتوحيد الموقف لتشخيص الجهات المعتدي على المناطق الحيوية. الخطاب الإعلامي، يعني هناك من يهدد الولايات المتحدة، فحينما تستهدف الولايات المتحدة نقول أنه من هو قام بعملية التهديد إعلاميا قد يكون هو المنفذ. فأنا في تقديري أنه آن الأوان بعد هذه الحادثة أن يكون هناك ضبطا للخطاب وضبطا لمسار الأحداث في العراق، حتى نستطيع أن نشخص من الجهات التي ممكن أن تكون جهات عابثة في الشأن الداخلي في العراق ومؤثرة على وضعه الدولي. وهذه بالحقيقة لا تحصل إلا بوحدة موقف ووضوح رؤية. يعني حتى احنا خيار المتبنى، ما يطلق عليه بخيار المقاومة، خلي توضح هذا خيار المقاومة، لأن تحت خيار المقاومة تجري عمليات ربما لن تصل إلى درجة القناعة عند الرأي العام العراقي، حتى الضربات إلى الأحزاب اللي يقولون أنها تصفية حسابات ويربطوها بقضية المقاومة. وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني استهداف قاعدة زيليكان التي تضم قوات تركية في قضاء بعشيقة شمال شرق الموصل بقصف صاروخي. المصدر قال إن قصفا بصاروخين استهدف محيط قاعدة زيليكان للجيش التركي بناحية بعشيقة شمال شرق الموصل، مضيفا بأن الحادث تسبب بأضرار مادية فقط.
زار وفد أمني كبير برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وبصحبته قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية محافظة الأنبار للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة. ووجه نائب قائد العمليات المشتركة اللواء الركن عبد الأمير الشمري خلال زيارته وجه بتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني في المحافظة بمناطق القرمة والرمادي والفلوجة، مشيرا إلى أنه استمع إلى عرض مفصل من قبل قائد عمليات الأنبار وقادة الفرق الخامسة والعاشرة وشرطة الأنبار وقائد الحشد الشعبي وكل الأجهزة الأمنية الموجودة في المحافظة، واطلع على تفاصيل عملهم وكذلك الاستماع إلى تقييم الاستخباري بشأن تواجد عناصر داعش الإرهابية في المنطقة وبقاياها في الصحراء الغربية، كما تم الاطلاع على رؤيتهم وخططهم لتنفيذ الواجبات المستقبلية خلال الفترة القادمة. أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة محلية الصنع قرب مسجد في قضاء جبلة تابع لمحافظة بابل، ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني القول أن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت السبت بالقرب من جامع الرحمن في قضاء جبلة ضمن محافظة بابل ملحقة أضرارا مادية بواجهة الجامع دون إصابة تذكر. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن تضمين وشمول المحاضرين ضمن قرار 315 وإدراجه في موازنة 2022. وزارة الداخلية تعلن صدور الأمر الإداري الخاص بمنح العلاوة السنوية للضباط والمراتب ضمن جدول كانون الثاني للعام الجاري. الصحة تعلن تسجيل أكثر من 2400 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل أكثر من 330 شخصا للشفاء في عموم البلاد. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط 14 حاوية تحتوي على أدوات احتياطية ومستلزمات طبية مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي. كشفت مصادر مطلعة للفرات عن قرب عقد لقاء مع التيار الصدري بشأن حل الأزمة السياسية والانسداد السياسي الحاصل. المصادر قالت إنه خلال اليومين المقبلين سيعقد اجتماع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي بهدف حل الأزمة السياسية والانسداد السياسي الحاصل، لكن حتى الآن لم يتم تحديد مكان اللقاء وزمانه. وبينت المصادر أن هناك مساعي لتقريب وجهات النظر بين التيار والإطار تجريها أطراف سياسية صديقة للطرفين، كما أن قنوات التواصل والاتصال بين الطرفين بشكل مباشر وغير مباشر موجودة ولن تنقطع. قال حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن منصب رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة هو من استحقاق الحزب. القيادي في الحزب غياث السورجي قال إن الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بمنصب رئاسة الجمهورية كون هذا المنصب من استحقاقه السياسي، وقال كذلك إن مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الوحيد هو برهم صالح وهناك حوارات مع كافة الأطراف لدعم هذا الترشيح، كما حذر من أي اختلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسين في إقليم كردستان العراق بشأن المنصب، وأكد أن تداعيات الاختلاف بين الحزبين على منصب رئيس الجمهورية ستدفع باتجاه الانقسام وتجاوز الاتفاق السابق منذ عام 2007. إلى ذلك نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني تنازله عن منصب رئاسة الجمهورية، وأكد عضو الحزب مهدي عبد الكريم عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن تنازل رئاسة الجمهورية عن منصب رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن وجود حوارات ولقاءات تجريها شخصيات الاتحاد الوطني لمسعود بارزاني لحسم مشكلة منصب رئاسة الجمهورية. أكد مراقبون أن المدد الدستورية لاختيار ما تبقى من الرئاسات ملزمة للجميع على الرغم من وجود القرار الولائي للمحكمة الاتحادية، فيما يرى آخرون أن العقدة الكبيرة في عملية تشكيل الرئاسات هي الكتلة الأكبر التي لا تزال غائبة. حسين ياسين.
بترقب واسع تنتظر مختلف شرائح المجتمع حسم الرئاسات الثلاث وفق المدد الدستورية المحددة التي يرى مراقبون أنها ملزمة لجميع الأطراف، وينبغي عليها الابتعاد عن التقاطعات لوجود الكثير من الاستحقاقات التي ينتظرها الشارع العراقي. هذه السقوف الزمنية وهذه الاشتراطات الدستورية يجب أو تحتاج إلى توافق في وجهات النظر، بعيدا عن هذه التشظيات الحزبية وهذا الانقسام الواضح خصوصا داخل المكونات وما بين المكونات نفسها. فبالتالي لابد من أن يكون هنالك طاولة حوار وطنية تلتئم عليها مختلف الفرقاء الحزبيين من أجل وضع خارطة الطريق للمرحلة المقبلة. بالتوازي مع هذه الآراء، بيّن مختصون في الشأن السياسي أن العقدة الأكبر والتي تعتبر مفتاح الحل لاختيار جميع الرئاسات هي مسألة تحديد الكرسي الأكثر عددا، والتي ما تزال رهن التفاهمات الغائبة ما بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية. الاتفاق ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري هو فيه منفعة وفائدة لجميع المكونات، مكونات السنية والكردية. الاعتبارات متعددة، من أبرز تلك الاعتبارات إذا ما دخل إطار التنسيقي مجتمع مع التيار الصدري في تشكيل الحكومة القادمة، سوف يكون هناك وفاء في الاتفاقات والالتزامات التي سوف تعطى من قبل الإطار التنسيقي والتيار الصدري للمكونات الأخرى. أما إذا ما دخل التيار الصدري بمفرده، سوف تكون الاتفاقات صعب تحقيقها للكتل السنية والكتل الكردية. وتشير النصوص القانونية إلى أن المدد الدستورية ستتأثر في حالة واحدة فقط، إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة البرلمان الأولى. وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبقى جميع التفاهمات والتحركات السياسية مرهونة بقرار المحكمة الاتحادية العليا لحسم قانونية جلسة البرلمان الأولى. حسين ياسين، الفرات، بغداد. للمزيد ينضم معنا من السليمانية سيد كروان أنور، عضو المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني. تحية طيبة ومساء الخير. إلى أين وصلت حوارات منصب رئاسة الجمهورية؟ نعم، السلام لك ولجميع المشاهدين. أهلا بكم. إن شاء الله سوف تكون الحوارات والتفاوضات بشأن المنصب السيادي الذي من استحقاق الكرد ومن بين الكرد للاتحاد الوطني الكردستاني تسير بشكل آمن وبشكل هادئ وبدون أن تكون خرقا للاتفاقات المبرمة بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني. نعم، للتذكير بمجريات الأمور، نحن في يوم 19 ديسمبر في منزل المرحومة جلال في السليمانية اتفقنا نحن وحزب الديمقراطي الكردستاني على أن تكون الرسالة واحدة للبغداد، وعلى أن يكون الصوت الكردي صوت واحد، وعلى أن ننافس المرشحين كما حدث في عام 2018. ولكن فجأة ومن دون أي إذن مسبق أو أي اتفاق مسبق، رأينا بأن الحزب الديمقراطي الثاني قد رشح السيد وشاردي ضارب، وهو قال السيد مسعود برزاني لمنصب رئاسة الجمهورية، علما أننا متفقين على أو مبرمين اتفاقات عديدة بيننا وبين البارتي منذ عام 2003 على أن تكون منصب رئاسة أقليم كردستان ومنصب رئيس حكومة أقليم كردستان من نصيب البارتي، ومنصب رئاسة أقليم رئاسة الجمهورية من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني كحزبين كبيرين من بين الأحزاب الكردية العاملة والتاريخية لكردستان الأراضي. ولكن الآن هذه اللحظة نرى بأن الأمور لم تسير كما خططنا له، ولم تسير كما اتفقنا على المكتبان السياسيان للبارتي والليكيتي في منزل المرحوم مام جلال. الآن لحد اللحظة لم تحسم الحوارات بهذا الشأن، هل هي مقتصرة فقط على الحزبين الكرديين الكبيرين بخصوص منصب رئاسة الجمهورية؟ هو منصب رئاسة الجمهورية منذ عام 2003 وبعد 2003 لحد الآن عرف السياسي وكعادة السياسية في العراق هو من نصب الكرد كمكون رئيسي، يعني المناصب السيادية مقسمة ما بين الشيعة والسنة والكرد. ومن بين الكرد حسب الاتفاقات المبرمة للاتحاد الوطني الكردستاني أول رئيس جمهورية منتخب تسنم منصب رئاسة الجمهورية هو المرحوم مام جلال. لذلك الآن نحن نرى بأن الاتفاقية أو الاتفاقات المبرمة ما بيننا وما بين البارتي من طرف البارتي وليس من طرف يعني البارتي. توصلتم لاتفاقيات؟ كانت بيننا اتفاقيات مبرمة نعم سابقا، لأننا نحن نستلم رئاسة الجمهورية
ثاني حزب في إقليم كردستان، والبارتي يستلم منصب رئاسة إقليم كردستان مع رئاسة الحكومة، حكومة إقليم كردستان. ولكن الآن لحد اللحظة لم تنفذ الوقت، ما زالت الوقت أمامنا، والآن المكتب السياسي أو أعضاء من المكتب السياسي في اجتماعين، لأن الموقف ما زال تقريبا الاتحاد الوطني الكردستاني ملزمة أو متمسكة بمنصب الاتحاد الوطني كمنصب للاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن لم تحدد رسميا أو كبلاغ رسمي اسم الشخصية الذي يتسنم هذا المنصب لحد اللحظة. وفي حال لم يتم الاتفاق، ما السيناريو المتوقع؟ مع الأسف الشديد إذا لم نصل إلى اتفاق فتكون السيناريو المتكررة، السيناريو التي حدثت في عام 2018 نفس السيناريو التي تتكرر، ولكن عسى ولعل نصل مع إخواننا في البارتي ونصل ما بيننا وبين الأحزاب الصديقة لنا في العراق إلى اتفاق تقريبا أن تكون اتفاقا يشمل الجميع، لأن المنصب صحيح هو منصب للكرد ومن بين الكرد لنا، ولكن الشخصية التي نختارها لتسنم رئاسة الجمهورية ليست بالتحديد أن تكون من يتحدث عنها، لأن الاتفاقات المبرمة لا تذكر بأن يكون الشخصية التي يختارها الاتحاد الوطني أن يكون محببة من قبل الفاتي أو إلى آخر، لأننا كما حدث سابقا السيد شاخوان عبد الله اختاره البارتي من بين اعضائه كنائب لرئيس برلمان العراق ولم نتحدث بشكله، لان اختيار الحزب لديه الكفاءه ولديه القابليه ولديه القدره ولديه الصلاحيه لاختيار شخصياته، ونحن ايضا في الاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن الان تقريبا الوقت يداهمنا، فسوف علينا وعلى وهل لازلتم على موقفكم من طرح اسم الشخصيه الوحيده اللي هو السيد برهم صالح الى هذه اللحظه، أم لديكم خيارات أخرى؟ سيدة الكريمة لحد هذا الاتحاد الوطني الكردستاني لم يقدم بلاغا رسميا يحدد شخصية أو اسم، ولكن كما هو معلوم السيد برهم صالح من الاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن علما إن هناك حسب ما يقال أكثر من 40 شخصية مقدمة لتسلم هذا المنصب، ولكن الآن الاتحاد الوطني الكردستاني كبلاغ رسمي أو كقرار من المكتب السياسي وهو الجهة الصادرة الوحيدة للقرارات التي من حقه أن يقدم ويؤخر، لم يقدم أي اسم، ولكن عليه هو أولا أن يكون المنصب منصب من نصيب الحزب، ومن بين الحزب هو الحزب الذي يختار الشخصية، أي شخصيات الحزب لديه كفاءات ولديه كوادر ولديه شخصيات ولديه وزراء سابقون، يعني لديه مئات الشخصيات، الآن باتت تقريبا المسألة بيد الاتحاد الوطني، ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه مناوشات أو لديه تدخلات في الحزب، وليس في الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا، وإنما حتى في الأحزاب العراقية، الأحزاب الصديقة لنا التي كنا نناضل سوية في الجبل، سواء الأحزاب الشيعية أو الأحزاب السنية، فهذه التدخلات عسى ولعل أن لا تتكرر سيناريو 2018، ولكن إذا تكررت فسوف ليس يعني الاتحاد الوطني الكردستاني لا سبيل لديه الا ان يخوض المعركه البرلمانيه او المعركه الانتخابيه بجمع الاصوات. اشكركم شكرا جزيلا سيد كاروان، وتحيه طيبه لانضمامكم لنا، شكرا جزيلا. الإيرانية تعلن دخولها الاتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع الصين حيز التنفيذ والتي تمتد ل 25 عاما. السلطات التركية تعلن القبض على 13 مهاجرا مغاربة وأفغان بعد دخولهم البلاد بشكل غير قانوني عبر ولاية قرقلار إيليا. الجيش السويدي يعزز حضوره العسكري في جزيرة جوتلاند المطلة على بحر البلطيق على خلفية التوتر مع روسيا. كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين قصيري المدى من قطار في البحر الشرقي من أجل رفع القدرة القتالية الفعلية رغم العقوبات الأمريكية.
أعلنت وزارة التجارة تسويق 150 ألف طن من محصول الشلب بنوعيها العنبر والياسمين ضمن الموسم التسويقي للعام 2021. وذكر بيان للوزارة أن المراكز التسويقية لمحصول الشلب سوقت ما يقارب 150 ألف طن من الشلب بنوعيه العنبر والياسمين ضمن الحملة التسويقية في المحافظات الشلبية المسوقة. وأضاف أن الموسم التسويقي لمحصول الشلب ما يزال مستمرا لغاية اللحظة. البيان أشار إلى أن الكميات المسوقة لمحصول رز العنبر بلغت 42 ألف طن، فيما بلغت الكميات المسوقة لمحصول الياسمين أكثر من 100 ألف طن. شكى العديد من الفلاحين والمزارعين في محافظة واسط من شحة المياه وقلة الدعم الحكومي، فيما طالب آخرون الحكومة المركزية بدفع مستحقاتهم المالية المتأخرة للمواسم السابقة، الأمر الذي يعرضهم لمشاكل وتداعيات كبيرة جراء ديون المترتبة عليهم منذ سنوات. فالح القريشي: لا حل أمام الفلاحين سوى ترك الأرض، هكذا تحدث لنا الفلاحون وممثلي جمعيات الفلاحية على حد سواء. فالواقع الزراعي في واسط يعاني شح توفير المياه وقلة الدعم الحكومي، وانهيار القطاع الزراعي في محافظة هي زراعية بامتياز، لذا تتصاعد الشكوى وتتفاقم المشكلة. خطة اللي نزرعها كنا 100% 80% كل سنة نزرع، السنة الطويلة 50% و50% ما تنفذت، لأن الموارد المائية قطع الماي عدنا، الماي هسه خير من الله الشط في وقتها، لحد الآن ماي جيد بالمحافظة، يطلع وين كله يروح بدون سدود عندنا للعمارة والبصرة والناصين حدر بالأهوار تطلع للخليج. فأحرمنا السنة من الزراعة، بالأخص وزير الموارد المائية وشبح سجون بالفلاحين، الفلاح يذبوه بالسجن يشتكون عليه، وبعدين الغرامات الباهظة اللي يحملونها عليه. والله خلال متابعتنا اعتبرها مؤامرة على الزراعة. بالنسبة للواسط، الواسط هي بالتسويق وبعد التسويق ترحل إلى بقية المحافظات، تكون محافظة واسط لها ميزة خاصة، ولكن مع كل الأسف نأسف متابعة الأرشان. وهسا عندنا جماعة فلع، عندنا من الشيخ سعد ومن كل النواحي، مو بس الشيخ سعد، من كل النواحي شالوا المضخات، والله لكون الخنزير الحجم الخنزيرة أكبر من السابق. ليس الماء ولا توفير المستلزمات هو المعضلة الوحيدة، بل أن مزارعي المحافظة يعانون عدم الحصول على ما بذمة الدولة من مستحقاتهم لمحصول الحنطة والشعير، الأمر الذي ترك الأسر التي تمتهن الزراعة ترزح تحت مستوى خط الفقر، وجر معه ترك آلاف الدوانم من دون زراعة. ماكو دعم، لا تدعم، ما عندك دعم لا تدعم، بس اعطيهم مستحقاتهم، حقهم اللي سوقوا فلوس واعطيهم مالاتهم وخلص الناس. بس احنا ما نعرف شو مشكله، يا وزير التجاره، يا وزير الماليه، يا وزير الزراعه، ما تعرف يا هل المسؤول عن هاي الاخفاقات اللي جاي يصير، ما اعرف يمن ما ندري. هاجرت يعني تشتغل هسه ناس، تشتغل عماله وتشتغل 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 بالستوتات، هجره يعني هجره كبيره، رغم انه بلد العراق، احنا مو قلنا يعني بلد النفط، بلد العراق هو بلد السواد، بلد زراعي 100%. عرف العراق بأرض السواد، وعرفت واسط بأنها من أوائل المحافظات المنتجة لمحصول القمح، لكن الواقع يشي بكارثة إنسانية وانهيار كامل لهذا المورد المهم في الاقتصاد الوطني. الزراعة تعاني والفلاحون يأنون، لكن لا حلول تذكر، حتى وصلنا إلى مرحلة ترك كثير من الفلاحين لأرضهم في محافظة تعد سلة الخبز العراقي. من واسط، صالح القريشي، الفرات. كشف النائب الأول لمحافظ النجف الأشرف هاشم القرعاوي عن تأخير استلام مستحقات الفلاحين منذ 8 أشهر. القرعاوي قال إن الحكومة الاتحادية والوزارات القطاعية عاجزة عن إيجاد حلول واقعية وسياسية زراعية واضحة لدعم القطاع الزراعي، مضيفا أن الفلاحين
ما زالوا يسوقون المحاصيل الزراعية وينتظرون مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 8 أشهر والبالغة أكثر من 50 مليار دينار، مشيرا أن تأخير مستحقات الفلاحين أمر مثير للاستغراب مع تأكيد مجلس النواب على صرفها، لافتا إلى أن قانون موازنة 2021 تضمن مستحقات الفلاحين والمالية ترفض صرفها. من جانبه وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي الشركة العراقية لإنتاج البذور بتوزيع مستحقات الشعير العلفي لكافة الفلاحين والمزارعين، وذكر بيان للوزارة أن الوزير وجه الشركة العراقية لإنتاج البذور بصرف المستحقات المتبقية بذمتها للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصول الشعير العلفي معذرة للموسم الزراعي 2019-2020. البيان شدد على الفلاحين الذين لديهم مستحقات مالية غير مصروفة بالتوجه إلى المواقع التي سوقوا إليها لأجل استلام مستحقاتهم المالية. نظم العشرات من الفلاحين والمزارعين في قضاء الشنافية التابع لمحافظة الديوانية نظموا تظاهرة احتجاجية للمطالبة بتوفير حصصهم المائية وعدم تقليص الأراضي المزروعة، كما طالب المزارعون الحكومة المحلية العمل ببرنامج المراشنة لإيصال المياه بشكل عادل إلى الأراضي الزراعية في المحافظة والتي تعاني من شحة المياه. ليث صلاح والمزيد من التفاصيل. شحة المياه هي الخطر الداهم الذي دفع مزارعي قضاء الشنافية ذي الهوية الزراعية للتظاهر احتجاجا على الإجراءات الحكومية في تقليص المساحة المزروعة. الدولة لو قالت لنا من أول بداية لا زرعون كان ما زرعنا، بس هسا حرب صار على الفلاح، لا بذور لا كيماوي لا ماي، هسا تجاوزات الدور بليشة والله متجاوزين، عما أنا ما متجاوز، هاي إجازتي وذن مواطيري وأنا جاي فلاح، كان تكونك محاربني من أول بداية. أقول خويا هذا الفلاح لا تزرع وانت محارب من كل شيء. خلصوا المساحة المزروعة يردون يتجهون إلى للدول للتسويق، يجيبون شو اسمه يجيبون مستورد من الدول يستفادون هم، حتى الفلاح يظل ما يسجلون على الفلاح، فلاح يقطع الجوع ويظل. انعكاسات تدهور الزراعة بدت واضحة على اقتصاد المحافظة بشكل دفع كثيرين للبحث عن مصدر رزقهم في محافظات أخرى. من يشيل ماطورك، من ما يخليك تشغل، من ما يخليك تزرع، يعني باعتبار منعك، وهذا الشيء احنا ما نقره. زين خلوا وجهونا عيشة ثانية، طولنا هذا مصف الشنافية. احنا اذا ما اتجهت لنا الحكومة، ما ساعدتنا، ما نفذت اوامرنا، نتجه للمصفي يطولنا بعيشة. الجهات الحكومية المحلية حذرت من تداعيات خطيرة قد تؤثر على قطاع البيئة والصحة بسبب التصحر الذي قد ينجم عن انعدام الزراعة. يعني هي شنو الإجراءات؟ انه هو الفلاح الآن وضعيته تعبانة، يعني احنا ما وفرنا مستلزمات الزراعة، يعني الآن كدولة غضت النظر عن توفير المواد الزراعة. يعني بالنسبة هم انطوا قالوا 50% بالزراعة الشتوية، 50% ما وفرتها الدولة. أضرار لحقت بهم على مستوى المعيشة، مرتكز قانوني تستند عليه مطالب مزارعي قضاء الشنافية للمطالبة بالتعويضات أو توفير مقومات ديمومة الإنتاج. للفرات ليث صلاح، الديوانية. انتقل وإياكم إلى ملف الميديا الاجتماعية، حيث استقطب الإعلان عن حملة لتأهيل شارع رشيد وسط العاصمة بغداد اهتمام كتاب رأي ونشطاء في مواقع التواصل، داعين في الوقت نفسه إلى شمول الأماكن التراثية بإعادة التأهيل وإظهارها بما تستحقه من تاريخ. البداية من الناشط رمضان هاشم القرغولي مغردا عن هذا الإرث العمراني اللافت قائلا: امتازت العاصمة العراقية بغداد وبعض المحافظات على مدار قرون عديدة بالتصاميم الجذابة والمباني المستوحاة من التراث البغدادي، إلا أن تلك المعالم اختفت خلال السنوات الماضية نتيجة الحروب والإهمال الذي طالها، حيث تحولت بعض بيوت الشناشيل إلى مخازن لمختلف البضائع أو بيوت مهجورة ومتهالكة.
الكاتب أحمد الحسني غرد في تويتر عن هذا الإعلان بالقول إن شارع الرشيد وتراث وثقافة وفولكلور وملتقى الإبداع العراقي وذاكرة شاخصة عصية على النسيان، وشناشيل بغداد التراثية صروح تصارع يد الإهمال، مضيفا أن حملات تأهيل الأماكن التراثية أسوة بشارع المتنبي وإعادة بريقها الحضاري بسواعد أبنائها خطوة لإحياء بغداد الحسناء والشعراء والصور. إلى منصة فيسبوك حيث نشر الكاتب الإعلامي عباس لبخاتي تدوينة يقول فيها أنه على غرار ما حصل في شارع المتنبي من إعادة تأهيل، أنباء تفيد بنية الجهات الحكومية بترميم شارع الرشيد عادا إياها خطوة تستحق الإشادة كونها تعنى بالاهتمام بالأماكن التاريخية، متمنيا استيعاب جميع المرافق التراثية كبيوت الشناشيل وغيرها، فبغداد تستحق الأفضل كونها عاصمة العراق. ونقول أن مرور قرن من الزمن على المعالم التراثية لشارع الرشيد ومواكبته التحولات السياسية والاقتصادية في العراق، أهل للتأهيل والحفاظ على جمالية النسق العمراني الموحد الذي يشتهر به، أملين أن تمتد يد التأهيل إلى الأماكن التراثية الأخرى. الآن مشاهدينا الكرام، وبالعودة إلى ضيفنا سيد محمد كشاش عن الجمعيات الفلاحية التعاونية، أهلا ومرحبا بكم سيد محمد. لا يزال الفلاحون والمزارعون يعانون من ارتفاع مستلزمات الإنتاج وقلة الدعم الحكومي، ما الآلية لتوفير البيئة المناسبة للفلاح العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم ولقناتكم لإتاحة هذه الفرصة لتسليط الضوء على ما يعانيه الفلاح العراق بصورة عامة والفلاح الديواني بصورة خاصة من عدم دعم للقطاع الزراعي وانخفاض بالرقعة الزراعية خصوصا وتخفيض الخطة أكثر من 50% على المستوى الوطني وعلى مستوى محافظتنا، حيث تم تخفيض الخطة الزراعية من قبل اللجنة المركزية المشتركة من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية إلى 50% بسبب شحة الإطلاقات المائية، وهذا أدى إلى خسائر كبيرة جدا على الفلاح العراقي والفلاح الديواني بصورة خاصة، كون الديوانية من المحافظات التي يحتاج شعبها بصورة مباشرة على الزراعة بأكثر من نسبة 67%، كون محافظة الديوانية محافظة تعتمد على الزراعة بصورة مباشرة حيث لا توجد لديها أي إيرادات لا سياحية ولا مواقع دينية ولا بتهود ولا. أما بالنسبة لعدم إطلاق المستحقات المالية لفلاح، نعم بالنسبة لمستحقات الفلاحين، بادر الاتحاد العام لإقامة مؤتمر بخصوص عدم إطلاق هذه يوم 13 من هذا الشهر يوم الخميس الماضي، وحضر النائب الأول لرئيس مجلس النواب إضافة إلى عدد من النواب وإضافة إلى وزير الزراعة. فلاحو العراق بصورة عامة لا زال في ذمة وزارة التجارة ووزارة المالية أكثر من 1.8 مليار دينار عراقي في ذمة وزارة المالية منذ تسويقهم للموسم الماضي. نعم. حيث احتمد البرلمان العراقي السابق على أن تكون هذه مستحقات الفلاحين ضمن النفقات الحاكمة ضمن قانون الموازنة الاتحادية للعام الماضي، لكن فوجئنا بعدم هذه الإطلاقات ومماطلة من قبل وزير المالية بعدم إطلاق هذه المستحقات والتي هي ليست من الحكومة إنما هي استحقاق وطني. فبادر الاتحاد العام لإقامة هذا المؤتمر وستكون لنا خطوات مستقبلية في حالة عدم إطلاق هذه المستحقات، كون الفلاح العراقي يعاني من عدم دفع هذه المستحقات، كون الفلاح هو راتبه الشهري وقوت عائلته يعتمد على تسويقه لهذه المحاصيل. طيب. فمطالبتنا ومناشدتنا إلى البرلمان العراقي الجديد والحكومة الحالية ورئيس الوزراء إلى إطلاق هذه المبالغ فورا. فيما يخص الحصة المائية ومعالجة شحة المياه وتناقص المساحات الزراعية،
ما الأساليب الممكنة والمتوفرة؟ بالنسبة للشحة المائية الموجودة في العاق، نناشد مجلس الوزراء العاقي باستخدام الواقع التجارية والواقع الاقتصادية للضغط على الجمهورية التركية من أجل إقامة اتفاقية نهائية بسبب تقاسم الضرر وتقاسم النفع. نعم، هناك شحة مائية حالية موجودة على المستوى الوطني ومنها محافظتنا، فبالإمكان من مجلس الوزراء العاقي الموقع استخدام الواقع الاقتصادي والتبادل التجاري مع تركيا للضغط عليها من أجل توفير إطلاقات مائية كافية. هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزارة المواد المائية العاقية ووزارة الري التركية، وهذه المذكرة لا ترتقي إلى مستوى الاتفاقية. نطالب بأن تكون هناك اتفاقية عادلة بشأن تقسيم المياه ما بين العراق، كون العراق هو بلد المصب لنهري دجلة والفرات، وبالنسبة لتركيا هي بلد المنبع. نعم. فأما بالنسبة للحلول الآنية، واللي نطالب الحكومة هي إيجاد الري الحديث بنصب المرشات والري بالتقطيع، وكذلك الدعم المطلق للفلاحين وإقامة آباء التوازية لما يمتلكه العراق من مياه جوفية كبيرة. نعم، العراق يطفو على سطح من المياه الجوفية، فيجب على الحكومة إيجاد البدائل والوسائل وإيجاد الري الحديث من أجل إنهاء هذه الأزمة. أما بالنسبة إلى تأكيدنا على المستحقات المالية، الفلاح العراقي والفلاح الديواني بصورة خاصة سوق أكثر من، يعني بالنسبة لمحافظتنا محافظة الديوانية سوقت أكثر من 300,000 طن حنطة وأكثر من 65,000 طن للشلب. الفلاح الديواني والفلاح الديواني بصورة خاصة جهز الحكومة ورفض الحكومة ورفض البطاقة التموينية بعنصرين أساسيين، هما مادة الحنطة التي تجهز وتصنع إلى مادة الطحين، إضافة إلى الشلب الذي يصنع يتم تصنيعه إلى مادة أرز وتجهيزه إلى البطاقة التموينية. طيب. فالعراق حاليا لديه مناقصات مع دول متعددة منها كندا وأستراليا لتجهيز العراق بمادة الحنطة، فهذه العقود العقود التي يتم استيرادها من الدول بأكثر الطن الواحد أكثر من 650 اسمح لي بالمقاطعة بالعملة كجمعية فلاحية المحل. كجمعية نعم. فلاحية ماذا قدمتم من دعم نعم. للفلاحين؟ الجمعية الفلاحية هي الصوت الناطق باسم الفلاح العراقي، فأما بالنسبة للدعم هي الصوت الناطق ولسان حال الفلاح العراقي الذي يكون رابط بينه وبين الحكومة المحلية. نعم، بالنسبة لاتحاد الجمعيات الفلاحية هو السند والسند والناطق الرسمي باسم الفلاح العراقي. أما بالنسبة للدعم بالنسبة للفلاح وفى أكثر، يعني خلال 2019 و2020 سوقنا أكثر من 5,500,000 طن وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي. أما بالنسبة لمحصول الرز تم تسويق أكثر من 300,000 طن تم تجهيزها إلى وزارة التجارة، وخلال جائحة كورونا بالنسبة للفلاح العراقي وفى للسلة الغذائية أكثر من 28 مادة ونجح في توفير كافة المواد السلعية والاستهلاكية للعائلة العراقية. الفلاح العراقي جاهد وكافح من أجل توفير لقمة العيش نعم، أشكركم الشكر الجزيل، تحية طيبة لحضرتكم وشكرا لانضمامكم لنا، شكرا جزيلا، شكرا. ينتهي المرصد، شكرا لطيب المتابعة ودمتم دائما بخير، السلام عليكم ورحمة الله.